السلام عليكم. اليوم حندير لكم حاجه صالي، اكله معروفه عالميا وهي اصلها ايطالي سي ما عرفتوها، سي بيتزا. بيتزا بطريقه سهله ناجحه ان شاء الله 100%. واش لازمنا في لاباط؟ لاباط لازمنا بيان سور فرينه، واحد 200 غرام. حندير لكم اون غروند بيتزا 200 غرام تاع لافارين، اللي ما يعادل كاك واحد الكاس كبير تاع لافارين، وما دافي واحد نص الكميه تاع لافارين، نص كاس. ونبلو ونشوفو بيان سور. عندنا مغرف ماكله تاع حليب بودره، ومغرف ماكله تاع خميره تاع الكسره تكون ممسوحه ما تكونش معلصه المغرف، ومغرف تاع قهوه سكر حرش. وعندنا عظمه ما نحطوهاش كامله، نضربوها بلا فورشيت، نحطو نص منها، ونص كاس تاع لاتاي تاع زيت زيتون. ما تخافوش باسكو ما حاش يبان لي كو تاع زيت زيتون، كاين الناس اللي ما يحملوش لي كو تاع زيت زيتون، مي راهو صحي بزاف. الوغ كي نحطوه في لاباط ما حش يبان لي كو تاعو. ومغرف قهوه تاع ملح هذا بوغ لاباط، وبوغ لا صوص طوماط بيان سور لا طوماط، شويه بصله، شويه ثوم وقرنت، وشويه طوماط كونسونطري مع شويه سكر باه ما تجيناش حامضه لا صوص. وكي تخلص نحطو لها شويه زعتر يعطيها كو هايل. دوك نبدا انايا بريباري لا صوص طوماط ونخليها تبرد ابار، ومن بعد ندير لاباط اي ليه ليه تطلع. نحطو شويه زيت، نحطو فيها رانت كتسخن، نحطو الثوم والبصلة الساع هكا، نلوحو الطماط غافي. شويه ملح ما كثرش الملح باسكو لا طوماط ديجا راهي دو ناتور تجي مالحه شويه، وشويه فلفل كحل. نخلطو دوكا، حطينا شويه ما مع لا طوماط كونسونطري والسكر، حليناها ونردوها، نخلطو كلش مع بعض يكون هوموجين بيان سور هكا. نخليها افيدو طيب. دوك نطفيو عليها، ما نخليوهاش حتى تعصى خلاص، خليها شويه مويه هكا. نطفي عليها النار، نحط لها شويه زعتر باه يعطي ليكو، تمشى مليح الزعتر مع لا طوماط هكا، نخلطو هكا. بعد كي تبرد نرحيوها بالميكسور، غطيها هاكو، خليها دي كوتي. دوكا حطيت الفرينة بعد ما صفيتها، جبتها في الصفاية حطيتها في القساعة، هي صحي بتيت كونتيتي مي القساعة تعاونني بهلمها بالماء باسكو لي بوا يعاون العجين مليح. دوك حطينا الفرينة، نحطو الخليط تاع الحليب الغبرة الخميرة وشوية السكر هاكا، نخلطو هاك مع بعضاهم، نزيد الزيت نبسسها، صاد ما نيقولكم خلطه هكا.
دوكا نزيدو الماء دافي، حطو مغفط القهوة تاع الملح ما تكونش معلصة، نخلطو ونلمو بالماء. الفارين وعندها النوع تاعها، كاين النوع اللي تشرب كاين النوع اللي ما تشربش، سي بور سا تكون ديروا نص لا كونتيتي تاع الفارينة ما دافي وحطوا بالعقل وشوفوا، كاين اللي تدي ربع بعض من لا كونتيتي سا ديبون. طيب وتجي طيب كي طيب ما تبغى تجيش يابسة، وتكون القصعة تعاوني باسكو القصعة المادة تاع الخشب تاعها تمتص الزيت تاع السوائل هكا. ما نعجنهاش، نقعد نلم فيها باسكو لاباط اللي تكون بالفارينه ما تستعجنش، مش كيما الدقيق، الدقيق يحب العجين ولا فارين تتلم باك. ما درتليش نص لا كونتيتي كامله، ما بين الربع وما بين النص. دوكا ندهن الاناء اللي نحطها فيه تريح تخمر شويه هكا بالزيت، ندير شويه زيت هكا باش تعاوني نهزها. حطاني ويلا نغطيها يا اما بلو بابي فيلم ولا انسى شيء، المهم يكون نظيف وموش متقول، نخليوها تريح. دوكا ندهن البلاطو اللي نحط فيه البيتزا طيب، ندهنو مليح بالزيت. بون هكا بعد ما تضاعف الحجم تاع العجينة نهبطوها شوية هكا بيدينا. كنت شعلت الفور على اقصى درجه باسكو البيتزا تشتي سخانه بزاف، حطوا لها شويه فارين نطرحها الساع فوق البلان دو ترافاي هكا، ومن بعد نحطها في البلاطو. هنا نعدلها بيدي، ونحطو لها لاصوص طوماط لحيتها بالميكسور.
نحطوا لها الفرماج رابي سبيسيال تاع البيتزا. كندخلها الفور، قلت كيما قلت لكم يكون عالي قوي بزاف من تحت، خلاص نحطو البلاطو، ما نحطوش في النص وما نحطوش الفوق، نحطوه من تحت وحده من 10 دقائق، من 10 دقائق يطيب ليه ليه. هاي الريزولتا فينال، هاي تجي طريه لا بات. اللي يحب يحطها الحاك ربط بحاض، يقصو دي غوندير يحطو، وانا جو بريفير نحط لها شويه بصله هكا داويه بلا صوص فينيغريت، زيت الزيتون وخل التفاح والثوم، تعطي واحد الحراره واحد الحلاوه او ميم طون، وكي ناكلو منحسوش بالتخمه تاع لا بات. مع شويه سلطه ريش زيد لها قيمة غذائية أكثر غنية بالمغنيسيوم. بون أبيتي.